دابا اش كدير؟ دابا اش كدير؟ انا دابا سيدي كننظف الكوزينه وكنغسل فيها المعن داكشي اللي كان باش يكون يعني خاصنا نقيو الكوزينه ما خصناش نخليوها بحال ما هو. واش غنقول لك؟ اش غنقول لك؟ هي سيدي عام سيدي الله يعطيك الصحة بارك الله فيك الله يعطيك انت انتم الصحة ما يعطيكش الصحة هاكا السي عبد الكريم وكنتمناو الخدمة المغاربة جا هاكا السي عبد الكريم بارك الله فيك شكرا لخوتنا المغاربة اللي في المغرب جميع المغاربة الله يعينهم والله من الله انهم يعينهم ويعاونهم ويصبروا ولا الصبر راه مفتاح الفرج الصبر مفتاح الفرج راه لابد الانسان واخا يجد مكان يجد مطال لابد ما كيفرج عليه الله لابد وتوحشناكم نتمنوا الخير للجميع ان شاء الله حنا كلشي الجامع المغاربه الشباب الرجال النساء كلهم نتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا لهم الخير امين امين والله يسر ملكنا الله ينصر شي كلمه حول البرنامج البرنامج النهار اللي جينا لهذ الديار الاستراليه الصراحه شلنا فيه كل الخير كل خير ومتعونا واحد يعني متعونا دخلوا لقلوبنا واحد الفرح اللي ما عمرنا كناش كنشوفوا بزاف بزاف الحمد لله الناس راه قايمين لولاهم ولا كنا احنا واخا احنا الاخوان مجموعه ولكن هما زادوا كملوا لنا واحد الفرح اللي ما تتصورش صراحه ما كيتصورش سي حسن اش تقول للناس اللي كيشاهدونا الان البرنامج اشنو خصهم يديروا خصهم يديروا وتابوناو ابونيو ولايكيو لايك وضربوا هذاك الجرس هذاك الجرس لان باش يشجعوا فيديو يحبوا جميع المغاربه ويشجعوا اخوتنا المغاربه البرنامج سميتو اطلاله على مغاربه العالم وتحياتي ونتمنى لكم كل خير الحمد لله وساعتكم سعيدة هذه الجرس